حياتنا الزوجية بنواجه تقريبا كل فترة مشكلة أو خلاف ممكن يكون أحيانا صغير أو سهل يتحل إن شاء الله، بس بنلاقيه بيكبر وبيتضخم مننا من غير ما نقصد، وإحنا بعد فترة لما يتحل بنقول هو إزاي حاجة تافهة زي دي بقت مشكلة كبيرة بقت قد كده. الكلام ده على فكرة بيحصل على طول، بتعمل زي كرة التلج، تبدأ صغيرة وتفضل تلف لغاية لما تبقى كرة تلج كبيرة. بس أكتر كمان في أول سنة للزواج لما بيكون الزوجين لسه مش عارفين بعض قوي، حتى لو بقالهم كتير بيحبوا بعض، لا ما عاشوش مع بعض في بيت واحد، الطباع لسه جديدة، كل واحد بيكتشفها في التاني. علشان كده النهاردة عايزين نفكر كده إزاي ممكن نواجه المشكلات الزوجية بشكل عام، وبالأخص في سنة أولى جواز، مع مدربة العلاقات الأسرية والزوجية مي كموني. ازيك يا مي؟ ازيك يا زينة؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة، وبقالك كتير ما جيتلناش، بقالك فترة طويلة. والنهاردة عايزين نتكلم كده، اديكي بس مثال اللي احنا بنتكلم عليه. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال ان سنة 2019 ان 20% من حالات الطلاق في مصر تمت في سنة أولى جواز، وده طبعا خلى الناس تبدأ عايزة تحلل هو إيه اللي بيحصل في أولى سنوات الزواج، مشاكل مع إن لسه يعني عرسان جداد وبيحبوا بعض ومفيش مسؤوليات كتير ولسه أكيد ما خلفوش. ففسر لنا الإحصائية دي طلعت، وهل بتشوفي ده في الشغل بتاعك؟ طبعا أول سنة جواز دي من أصعب السنين. ليه؟ لان دلوقتي اتنين عارفين بعض وبيخرجوا مع بعض كتير وبيحبوا بعض وفاكرين ان هو دي العلاقه كده كامله وان احنا عرفنا بعض كفايه. بس للاسف لما بيجوا يتصدموا مع الواقع ان احنا عايشين في بيت واحد، التعامل مع بعض في كل التفاصيل الصغيره بتبقى طول اليوم كتير جدا، مفاجاه، مفيش كل نص ساعه مفاجاه، مفيش البريك او المساحه اللي كانوا بياخدوها قبل كده. يعني انا دلوقتي كنت بقدر ابقى بره البيت مع الشخص ده بمزاجي، بس لما بعوز ابقى لوحدي او بنفصل بنفسي او مع ناس مقربه ليا بقدر اتحكم في ده. بس في البيت لما بنكون مع بعض خلاص احنا بنشارك كل الاكتيفيتيز او كل النشاطات مع بعض، حتى الحاجات الصغيره. فالست والراجل بالذات اللي دي حاجه جديده بالنسبه لهم بتخنق غصب عنك، وتبقي حاسه انك انت يعني مضطره تعمليها مش بمزاجك. دي اول حاجة. تاني حاجة الطباع بتبدأي تكتشفيها، انت ما كنتيش عارفة ان هو بينام وبيصحى في الوقت ده او بيعمل التصرف ده بالطريقة الفلانية او عنده عادات معينة او هي عندها اسلوب معين بتعمل بيه الاكل او البيت او النظام. هي كانت بتقابله كل ميك اب وشعرها معمول طبعا، وبتنتقي الكلمات دلوقتي من اول لما بتصحى، وهكذا عليه برضو. وخلي يعني بالك بيقوم في عنكش مش متسرح غير حاجات الظاهرية، كمان الحاجات التفاصيل اليومية. مثلا لو هو في وقت بيبقى متضايق بيطلع عصبيته بطريقة معينة في البيت، هي ما كانتش بتشوف اللقطة دي، ما كانتش بتبقى واضحة بالنسبة لها، عمرها ما كانت تتخيلها مهما قالها. بس لما تعيشيها الموضوع مختلف تماما. فطريقة الغضب او ان انا اطلع او ان انا ابقى عايز مساحتي ومخنوق، دي بتخنق ناس كتيرة جدا في أول سنة. فدي من ضمن الحاجات اللي طباع بتبدأ تبان فيها، ممكن يكون هي طباعها انطوائية بس هو ما كانش شايف ده. فيبدأ يعلق انت ليه قاعدة في البيت كل يوم. ليه؟ لأن خلي بالك قعدها في البيت ده مأثر على علاقتهم، لأن هي بتبقى قاعدة فاضية، فمكالمات بتكلمه كل شويه، بتعلق على كل حاجه، هو بيرجع متوقع انت قاعده في البيت اليوم كله، طب ليه ما عملتيش وما عملتيش وما عملتيش، وهي مش متعوده على ده. فبيبدا يحصل كلاشز او خلافات في الحاجات الصغيره. في جمله مهمه قوي قلتيها انه احنا ليه ممكن يكون موقف صغير قوي يؤدي لطلاق، بالتراكمات. التراكمات دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي مشاكل صغيره تقول هم ليه اتطلقوا. لما تيجي تساليهم هو ما عندهمش رد المشكله، هو المشكله ان انا حوشت لمده طويله فانفجرت بالظبط، فخلاص في مشاعر معينه اتغيرت. طيب دلوقتي بقى يعني احنا عرضنا شويه من المشاكل بس عايزين لها مش حل، يعني احنا رصدناها، هل ممكن تلافيها الحته دي؟ طب ونعمل ايه؟ ما هو العريس معاش مع العروسه قبل كده، وفي حاجات كتير ما يعرفهاش عنها وهي كمان بالتبعيه ما تعرفهاش عنه. هي دي ليها حل؟ طبعا ليها حل. انا بقول اي مشكله ليها حل لو الاثنين عايزين يحلوا، لكن لو طرف واحد هو اللي بيسعى وبيحارب لده، المشكله دي ممكن زي مسكن بصلبها لمده معينه بس هترجع تنفجر تطلع تاني، تطلع تاني. فلازم يكونوا الاثنين عايزين حل. في ممكن يقول اثنين عندهم مشكله كبيره جدا ويكملوا،
بس المشكله اتحلت لان هما الاثنين فعلا عايزين يجوا يحلوا. لا او تقبلوا، يعني المشكله كانت في اطار التقبل بالظبط. حاجه فعلا زي ما قلتي فعلا ان حاجه مش يعني مش مثلا حاجه كبيره مش جدا بالنسبه كده عليا عايشتي بالظبط، يعني حاجه ليها حل. انما لو ممكن تكون مشكله صغيره جدا جم بيها تقولي مش محتاجه انها توصل لكل ده. بس لان في طرف منهم مش بيدي الوقت ولا المجهود الكافي انه يصلح ده. فدي المشاكل اللي اقول لك مهما عملنا ومهما حاولنا ومهما حطينا خطط علاجيه لده مش هنلاقي حل، مش هنوصل للي احنا الهدف بتاعنا. الى اي مدى انا لا اكذب ولكني اتجمل قبل الزواج هي دي اسرع طريق للطلاق في اول سنه جواز؟ صح. بصي للاسف ان الواحد لما بيكون مع حد بيحبه في شخصيات حتى لو هي مش قصده انها تمثل او تنافق بس هي بتحب الشخص اللي قدامها او هو بيحب الشخصيه اللي قدامه، فمش قادر انه يظهر الحقيقه فغصب عنه بيتماسك وبيفضل يعني مخلي صورته مجمله او ترضي اللي قدامه. على فكره ممكن يكون بيغير شخصيته للاوحش مش للاحسن بس عشان يرضي الطرف الاخر او يبقى قريب ليه ويتقبله من توقعاته بالمنظر ده فيقدر يفضل معايا. ده بيبقى للاسف نابع من ان الواحد ما عندوش ثقه في نفسه ان هو بيغير نفسه عشان اللي قدامه يقبله بالوضع ده ويرضى بيه. وهنا مشكله، هو المفروض ان انا بكون على طبعي لانه مهما حاولت اعمل ده ما هو هيبان في يوم من الايام في ضغط عليا نفسي او ضغط مادي او ضغط معنوي انا غصب عني الحقيقه بتاعتي وشخصيتي هتطلع. لاني مش هقدر اعمل ده. طيب ما هو برضو يا مي خلينا نقول احنا عايزين روشتة كده في وقت الخطوبه او طريقه في وقت الخطوبه تخلينا نبقى عارفين نتوقع ايه في اول سنه، يعني مش عايزين يبقى فيه مفاجاه. امال هي الخطوبه معموله ليه عشان ما يبقاش فيه المفاجات دي؟ ازاي ممكن تحصل؟ انا هنصح ان الناس تبقى على طبيعتها على قد ما تقدر. ليه؟ لان انا دلوقتي انا مش عايزه حد معايا في الحياه الخارجيه، انا عايزه حد معايا في كل الاوقات في وقت مشاكلي، في وقت فرحي، في وقت زعلي، في وقت مشاكلي العائليه. خلي بالك انه في حاجات تانية احنا ما بنبقاش انفولفد او متدخلين فيها وقت الخطوبه مهما كان في حدود معينه. يعني عمرك ما هتفضفضي انك متضايقه من مامتك او من باباكي او عندك مشكله في العيله كبيره او عندك مشكله مع اختك او عندك مشكله في الماديات. مش كل الناس بتقدر تدخل في الحته دي وحتى وقت الخطوبه. فانا لازم افكر انا اللي قدامي ده بعامله ازاي. ما انا لو خايف ان انا اقول كل ده ومش بشارك معاه ده او مش حاسس بالامان ان انا ابقى على طبيعتي هعرف ان ده بالنسبه لي خط احمر، في مشكله، في علامه دلوقتي ريد فلاج بتقول لي انذار انه انت بصله بطريقه غلط. لان انا لو معايا شخص انا بقول لازم ابص له كزوج وكاب وكان انا عايشه معاه على طبيعتي. استاذنك يا مي، معانا تليفون رضوى من الجيزه، هكتب اهو. يا رضوى مساء الخير. مساء النور، ازيك عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. بصي هو مبدئيا انا بقالي سنه مثلا وكم شهر كده متجوزين. مشكلتنا هو الحمد لله الدنيا بعد الجواز اكيد احلى وان احنا تعرفنا على بعض اكتر والحاجات اللطيفه. حلو حلو. ها كده المشكله كده كويسه؟ لا حلو كده. ايه المشكله بقى؟ المشكله مثلا في الاولويات، يعني مثلا انت بتبقي عايزه تنظمي حياتك بحاجه معينه هو بيبقى شايف انه لا. عايزه ننزل نشتري حاجه معينه في البيت هو بيبقى شايف ان لا مثلا. عايزه تعملي شوبنج مش عارفه في ايه، زي معظم الرجاله اكيد اللي هو مش هنصرف فلوسنا في حاجات مالهاش لازمه، بس دي بتبقى بالنسبه لك مهمه هو بيبقى شايف ان هي مش مهمه. ده معاكن عليكي. دي نقطة مهمة قوي. طيب خليكي معانا يا رضوى، خليكي معانا، مي هتقول لك النقطة دي هتعالجها ازاي. فعلا حتة الأولويات دي مهمة جدا جدا جدا، دي بتعمل مشاكل كتيرة جدا. لأنه بيبقوا عارفين بعض كويس جدا بس طريقة الصرف أو طريقة إن احنا ننظم البيت ازاي دي بقى محدش بيتكلم فيها للأسف. احنا دايما بنتكلم هنسافر فين، هنخرج فين، هنجيب بيت ايه، هندخل الولاد مدرسة ايه، حاجات كلها جنرال أو عامية من بره. بس تفاصيل بقى اليومية، هنشتري طلبات البيت ازاي، هنقسم مصروف البيت ازاي، مين هيصرف في ايه، هنقسم ولا هو اللي هيتولى البيت، الحاجات دي مش كل الناس بتتكلم فيها. بنيجي بنتكلم فيها على الوش من الاخر وبتبقى مفاجاه لينا. مفاجاه، وبعدين ساعات الست تروح محرجه فتبدا تصرف من معاها وهي على مضض او متضايقه. طب ما نتكلم في ده يا جماعه من قبل ما نتجوز، نحط خطه. انت رضوى عمرك ما اتكلمتي قبل الجواز في نقطه المصاريف او الاولويات دي ابدا؟ رضوى لا لا،
ما كناش بنعمل كده خالص. يعني الموضوع بيبقى حساس اكتر من انت ما بتقدريش تتكلمي. يعني هقول له احنا هنصرف ازاي، هنعمل ازاي، وبعدين بتبقى مصاريف البيت كتير وبنجهز بيت، فما بيبقاش فيه متعمل خليني تتكلمي. لا احنا مش سامعين اخر جمله عشان الصوت بيقطع. بقول لحضرتك انت بتبقي في فتره التجهيزات او في الخطوبه، احنا بنجهز بيت. فاحنا مش فاضيين ان احنا نفكر هنعمل ايه في المستقبل. انت يا دوبك بتخطي الخطوه بتاعتك عشان تخلصي بيتك. اوكي. إذا الأولوية مهمة، الأولويات مهمة، دي أولوية مهمة إن أنا أتكلم هصرف إزاي أو طريقة. يبقى ناخد زوج المستقبل أو الخطيب على السوبر ماركت أول حاجة، أول خروجة أو من أهم الخروجات. نتعلم إن إحنا ما نحركش، يعني لازم نتعلم ثقافة إنه إحنا بنتكلم في الحاجات دي. صح. ان ده مش عيب، لان دي عيشه، يعني هنعيش عيشه مع بعض، هنصرف مع بعض. لو احنا عندنا خلافات في الحاجات دي اصلا وما اتكلمناش فيها من الاول، فهي فعلا صدمه وممكن تؤدي لطلاق. لان لو انا اولوياتي غير اولوياته، لو انا طريقه صرفي غير صرفه، لو ده طريقه انا عايزه احجز خلي في بالك المكان ده مش هيبقى لها حل. وهي كمان ما بتشتغلش طبعا، يعني هي مضطره انها هو يبقى مصدرها الوحيد. وخلي بالك انها لو هي متضايقه من حاجه زي دي وحتى كبتتها، هيبان بقى في ردود فعلها في حاجات ثانيه، فنبدا نتخانق. طلع عينه بعد كده. مش انت مرضيتش تجيب لي ايه؟ طب خد عندك. اشكرك شكرا جزيلا يا رضوى، ميرسي على مداخلتك معانا. طب الاولويات دي يعني نقعد نحددها وما فيهاش كسوف خالص. مين؟ ابتسام. يا ابتسام مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ ارجوكي علي صوتك شويه. تمام. ايوه كده حلو قوي. انا معاكم. اتفضلي يا روحي. طيب انا ممكن احكي مشكله سريعا كده؟ طبعا. هو انا وجوزي يعني الدنيا تمام معانا الحمد لله. هو متجوز حد تاني، كان بسبب مشاكل يعني حصلت وانفصلنا، وفي الوقت ده هو حصل جواز تاني يعني، فاحنا رجعنا لبعض تاني والدنيا ماشيه تمام الحمد لله. المهم كان في حد انا اعرفه في الفتره دي كأخ عادي، يعني بنتكلم بعض عادي جدا وما فيش اي حاجة ما بيني ولا بينه، فبنستمر في الكلام اللي هو من كل وقت للتاني بتكلم معاه وكده، اللي هو ازيك عامل ايه الكلام ده. حضرتك معايا؟ ايوه معاك. بس فالمهم اتكلمت معاه في مرة على اختي ان هي تبقى عروسة ليه يعني. قلت له انا عندي اختي وضعها 1 2 3. فهو قال لي طيب ماشي، عايزة ان احنا نتقابل ونشوفها وكده. قلت له ممكن تيجي عندنا وتشوفها. تمام. قال لي مش هينفع علشان انت عارفة ممكن ادخل البيت وما يحصلش نصيب وكده. قلت له احنا عندنا عادي يعني، ده بيبقى كل شيء نصيب. قال لي طب ما ينفعش طريقة تانية. قلت له والله مش عارفة. طب انت يعني انت في دماغك ايه؟ قال لي لو انت ممكن مثلا نتقابل بره او كده واشوفها مثلا في كافيه وانتوا قاعدين او الكلام ده. قلت له والله اشوف لو في فرصه لكده هعمل ده. حصل. تمام؟ انا عايزاكي بس تسرعي شويه تقولي لنا السؤال علشان وقتنا قرب يخلص. طيب فضلي. تمام. هو السؤال هنا هو كان في شات ما بيني وبينه ان انا بقول له هنتقابل امتى وكده، وانت كنت في بالي ان احنا نتقابل، كنت انا واختي بره وقلت له في بالي ان احنا نتقابل وكده. المهم جوزي مسك التليفون وشاف المحادثه دي. وانت ما كنتيش قايله له اصلا؟ ما كنتش قايله له عن اي حاجه. انا قلت اما الموضوع يتم بقى اقوله. عمل فيكي ايه طيب؟ لا امسكني بقى بالاقلام، وانتي وانتي وانا عملت عشانك وسبت الدنيا كلها عشانك والكلام ده، وطبعا نزلت من نظره خالص. فبس فالمهم بابايا وماما جم وكده عشان يحلوا الموضوع ده، فبابا مسكني وضربني وانا كنت معترفه ان انا غلطانه. لما بابا مسكني وضربني وكده رحت انا قلت له خلاص انا ما عدتش عايزاك، وكل شيء اسمه ونصيب، وكل واحد يروح لحاله، وانا ما عدتش عايزاك طالما انت وصلت الموضوع لكده. وطلقته؟ لا لا، هو لسه بقاله اسبوع ما بيجيش البيت. طيب اوكي اوكي يا ابتسام، قلبي معاكي طبعا. و يعني هو الاحسن انها كانت تبقى من الاول حكي له على القصه بالزبط. يعني بالظبط، تقول له فلان عايز يعني فكر معانا. بس هو تصرفه غلط يعني. هو المفروض يبقى في ثقه بينهم، المفروض انه يسال يفهم منها القصه. يعني فكره انه يضرب احنا في مرحله ثانيه خالص، يعني ده مش مقبول مرحله ثانيه خالص.
يعني كان لازم تشركه في تشركه من الاول، وهو رد فعله غلط يعني، هما الاثنين تصرفهم غلط. طيب مريم من القاهره، عشان ما تستناش كتير، سوري معلش يا مي. يا مريم. الو، ازيك يا دينا؟ ازيك انت يا مريم؟ اتفضلي. الحمد لله، انا لسه في اولى سنه جواز، والمشاكل بتبقى كتيره جدا جدا، وممكن مشكله تبقى صغيره جدا تكبر تبقى مشكله كبيره. ابسط حاجه ممكن مثلا لو احنا خارجين، يعني مثلا انا عايزه مكان معين، لا انا عايزه مكان معين، طب ما نروح كده، كلمه من هنا كلمه من هنا، الخناقه تكبر والخروج اصلا تبوظ، ممكن نقعد اسبوع ما نتكلمش مع بعض. حتة الاسبوع ما نتكلمش مع بعض دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتير. يعني هو عنده القدرة ان هو يقعد اسبوع ما يتكلمش، احسن ما نقعد نتكلم والمشكلة تكبر اكبر واكبر، ما ناخد جنب ونهدى وبعدين نبقى نتكلم. وبتتكلموا بعد ما تهدوا ولا الخصام بيطول كتير؟ لا بنتكلم وكده، بس يعني غالبا انا اللي ببدا كمان. يعني احيانا كتير مش ببقى انا اللي غلطانة. طيب يا مريم، هنرد حالا، اشكرك على تواصلك معانا. هو عادي ان يحصل خلافات صغيره، وده طبيعي وصحي ان احنا نختلف، بس طريقه حلها بقى، طريقه حلها انه يعني في حاجه اسمها هضحي مره عشان ابسط اللي قدامي، والمره اللي بعدها اللي قدامي هيضحي. فكره ان احنا نتخاصم او ما نتكلمش او نقاطع بعض لمده يومين ثلاثه اسبوع، ده بقى بيعمل جفا مع الوقت. المده دي بنتعود عليها، بتبقى اسبوعين، بتبقى شهر، فتلاقي ان في الاخر اتعودنا على حاجه زي دي، احنا ما حلناش المشكله، احنا بالعكس احنا عملنا جاب او مسافه بيننا وجفا اكبر من المره اللي قبلها. فلازم نتعلم انه هو عادي ان احنا نختلف، بس ازاي بقى هنحل ده؟ نقعد نتكلم. وحكايه الخصام اللي مده اسبوع دي، ده مش عادي، ونفضل قاعدين ما نتكلمش بعد. انا زعلت منك في موقف معين، بس مش معناه ان انا بكره الصبح مش هتكلم معاكي، مش معناه ان احنا مش هنتغدى مع بعض، ومش معناه ان احنا هنمارس يومنا عادي. في راجل متداخل معانا اهو، وبيعرض وجهه نظره على فيسبوك على صفحتنا، بيقول وجهه نظري، هو محمد مونزي، وجهه نظري ان الجواز مبني من البدايه على الاحترام المتبادل والاهتمام والتفاهم والاحتواء والتقدير والاحساس بالامان والوعد والوفاء بالوعد، ده كفيل انه يخلق دوام العلاقة. أما الأولويات بترجع للرجل لأنه المحتوي. أنا كشخصي المدام ليها متطلبات في البيت، وأي حاجة محتاجاها في البيت، وده من حقها، لأن من يقدر يقدر ومن لا يقدر لا يقدر. أنتم النساء قيمتكم من قيمتنا، ليكم النص ولينا النص. أشكرك. شركاء في المجتمع، شركاء في التربية، كل واحد راح فين، كل واحد وليه دوره. قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت كل الناس تفكر كده. محمد، ده أنا عايزة استضيفك يا محمد، بشكرك. مين؟ عثمان من الأليوبية. حاضر، اتفضل يا عثمان. مساء الخير يا أستاذة دينا. مساء الفل يا أستاذ عثمان، اتفضل. أسعد الله مسائك أنت والدكتورة الضيفة مع حضرتك. ربنا يخليك، اتفضل. والله كنت عايز اشارك في البرنامج، بس مشاركه صغيره جدا يعني. اتفضل. هو النصيحه ليه اليمن دول ما حدش بيتقبلها؟ ما حدش يعني ايه يا فندم؟ بيتقبل. ما حدش بيتقبل اي نصيحه خالص. اوكي. فلازم نرسلها يعني، النصيحه تكون مزينه كده ومرتبه بكلام جميل. بمعنى يعني وصول الزوج والزوجه لحياه مشاركه، اصبحوا هم في ذمة ربنا يعني اتنين شركاء في الحياه، فلازم الكل يراعي التاني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال التمس لاخيك 70 عذر، مش عذر واحد. فالزوجه اكتر من الاخ، صح؟ فالزوجه تلتمس للزوج عذر لما يتضايق، والزوج يلتمس للزوجه عذر لما يلاقيها متضايقه، وبالذات ما يدخلوش حد ما بينهم. اوكي، ادي نقطة هايلة استاذ عثمان شاركنا فيها. مفيش تدخل من اللي بتعمل مشاكل كبيرة لا من الاصحاب ولا لان غصب عنك بتسمعي بتتأثري طبعا برأي الاخرين يعني. طيب دلوقتي بقى، هل في نصايح لسنة أولى جواز؟ طبعا. يعني هل في خريطة الطريق نمشي عليها طبعاً اللي بيها نبقى عارفين ازاي نتلافى التريكات دي؟ أول حاجة زي ما قلنا إن هم محتاجين لما يكون في مشكلة أول بأول نتكلم فيها. حل. نتكلم فيها ونختار الوقت اللي هنتكلم فيه، يعني مش وإحنا بنتخانق أو إحنا في نص المشكلة نبدأ نقول ما أنت عملت وطريقتك، ده هجوم، فاللي قدامك مش سامع. فاختيار الوقت مهم جدا.
ما ينفعش اقعد اتكلم في مشكله دلوقتي حصلت ومشكله حصلت من 7 شهور ومشكله حصلت من سنه، لان انا دلوقتي بدخل كذا حاجه في بعض فالموضوع بيكبر مني. بحل كل مشكلتها اول باول وبقفله خلص، طالما اتحلت ما بجيبش سيرتها تاني. ما ينفعش ابقى شايل منها وافضل اتكلم عليها كل مشكله بتكلم على قديم. صح. تالت حاجه كمان ان احنا نسمع بعض، يعني ما ينفعش عشان انا شايف انك غلطان فانا دايما بهاجمك، لا، ما هو ممكن اكون انا كمان ضايقتك بموقف معين او بكلمه معينه او برد فعل معين، فاحنا نسمع عشان نفهم مش عشان نتخانق او اغلط اللي قدامي. ففكره هدف القعده دي احنا الاثنين نكون متقبلين الكلام من بعض وفاهمين ان احنا بنحل مش بنغلط بعض. على فكره كمان اللي صح مش هياخد جايزه بالظبط، يعني كده. اقصد ما هياش مسابقه لاطول نفس في الخناقه، يعني هي في الاخر انتوا الاثنين عايزين تعيشوا في سلام وتبقوا سعداء، مش عشان انا بطلع اللي قدامي شكله اوحش مني، يعني مش ده بالزبط. الهدف يعني. طب عايزاكي تعلقي على نقطه عدم التدخل، مفيش طرف جدا تاني. جدا. ليه بقى؟ لان دلوقتي لما انا هحكي لمامتي ولا لصاحبتي ولا هو يحكي لواحد صاحبه في الشغل، هما مين عشان يحكموا؟ اول حاجه عمره ما هيبقى طرف محايد. ليه؟ لانه حد غصب عنه متعلق بيك بطريقه مختلفه، فعمره ما هيشوفك بالصوره الحقيقيه او هيبقى معارض للطرف الاخر. تاني حاجه غصب عنه انت بتدي انطباع عن الطرف الاخر او زوجتك لاهلك مش بيتغير بسهوله. صح. لان غصب عني انا خلاص انا حطيت صوره معينه للشخص ده وزعلت منه، فانت بتاثر على علاقتك علاقه اهلك بالطرف اللي معاك. اوكي. تالت حاجه هم مش دارس او مش فاهم ايه الصح وايه الغلط. فهيحكم عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق ان هو بيدافع عنك، يا اما عن طريق تجربه هو مر بيها. صح. مش على اللي انت فيه، لان انا دلوقتي تفاصيل العلاقه دي عمرها ما هتبقى عندك كامله. لا، وانت وجوزك هتنسوا، الطرف الثالث ده عمره ما هينسى بالزبط. حتى لو صديق بالزبط. يعني مش بقولك بقى على اب او ام، ممكن أو رد فعلي ايه ده؟ ازاي استحملتي كل ده؟ انا بس زي فركش اي انا بقى دلوقتي بدل ما كنت متضايقه 20% هتضايق 70%، لان انت شحنتيني غصب عني. لا، عملتي لي اكسبوج، يعني يو اكسبوز مي، عرتيني قدام حد بالزبط. حتى لو انا كنت غلطانه او مش غلطانه، حد عارف الكارثه اللي انا عملتها بالظبط. طبعا انا بشكرك، انا عارفه انا سامعاكوا، معايا تليفونات كتير جدا جدا، وبعتذر عن ان احنا مش هنلحق ناخدها، والمسجز كمان كتير قوي على فيسبوك. اوعدينا ماي نعمل بارت 2 من أكيد. زواج أكيد. سنه اولى زواج طبعا. بشكر ماي كموني مدربه العلاقات الاسريه والزوجيه، واوعدكم باذن الله في اقرب وقت ماي تكون معانا ومنورانا في ست الستات. بعد الفاصل هنعرف ازاي نقدر ايه بقى نكسب من الانترنت، نخلي السوشيال ميديا ممكن تكون مصدر دخل لينا واحنا قاعدين في البيت بدل ما نضيع وقتنا فيها على الفاضي. هنتكلم ازاي ممكن يحصل ده ولكن بطريقة قانونية. خليكم معنا بعد الفاصل.